ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله على الكاذبين إنها إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب
الكتاب تعالوا قل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاربون أفلا تعقلون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا والله ولي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه
صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا واعف عنا وارحمنا بسر سورة الفاتحة.